بيتكوين ملكة العملات المشفرة هي عامل جذب للمضاربين الذين يساهمون في رفع قيمتها. يستند مبدأ البيتكوين على طبيعة هذه العملة اللامركزية التي لا تتبع أي حكومة أو بنك مركزي، وليست ملكاً لأي شخص أو منظمة. تنظم العملة عبر قاعدة سلسلة الكتل أو بلوكتشين، المكونة من مجموعة من الأشخاص المعروفين بالمعدنين الذين يتحققون من المعاملات. ويقوم هؤلاء المعدنين بحل المعادلة التي أنشأها النظام المعلوماتي عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص به، ولا ترتبط هذه المعادلات مباشرة بالتبادلات الفعلية. في المقابل يحصلون على مكافآت من البيتكوين كل 10 دقائق، وتتطلب هذه العمليات قدراً كبيراً من الطاقة، وبالتالي أجهزة كمبيوتر قوية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2021 يمكن أن يرتفع الاستهلاك السنوي للبيتكوين إلى 128 تراوات في ساعة، أي 0.6% من إنتاج الطاقة في العالم، أو أكثر ب10 مرات من شركة جوجل مع مراكز البيانات الخاصة بها التي تم استخدامها في عام 2019. في البداية استخدمت أجهزة الكمبيوتر الفردية، أما اليوم فتوجد مراكز بيانات عملاقة تسمى مصانع تعدين، وهي موجودة بشكل رئيسي في الصين وإلى حد أقل بكثير في الولايات المتحدة وروسيا. ويشير منتقدو هذا القطاع إلى الأثر البيئي لنظام سلسلة الكتل، بحجة أن الكهرباء المولدة في مناطق التعدين تترك آثار كربون ضخمة. قد يكون البديل من خلال استبدال بروتوكول التعدين بإثبات مشاركة عن طريق إيداع بالعملة المشفرة يسمح بالوصول إلى سلسلة الكتل. وهناك سعي إلى اعتماد هذه الطريقة في تعدين العملة الافتراضية الثانية إيثيريوم، لكن يستبعد أن يتبنى المتداولون بالبيتكوين هذه الفكرة.